مش هتقوم تاكلك لقمه يا اخويا، ده انت خدت المشوار صد رد واكيد لكلت ولا شربت، انا عارفاك. ماليش نفس مديحه. والزعل بس هيفيد بايه؟ صحتك يا ابو صلاح، ده احنا ملناش غيرك. خديجه صعبان عليا قوي، مش قادر انسى بصيتها ليا وانا ماشي. انا كمان صعبان عليا نفسي، ازاي الراجل الغبي اللي اسمه عبد الدايم ده يعمل معايا كده واسيبه؟ انا كنت قادر امسح بكرامه الارض، بس فضلت ماسك نفسي لغايه اخر لحظه عشان احافظ البنت على بيتها وعلى جوزها. دول ناس لا عندهم لا اصل ولا ذوق. بس تصدق انا عمر ما كان يجي في بالي ابدا ان خديجه يبقى نصيبها كده. البت يعني خرجت من الدار للنار كأن مش مكتوب لها تفرح. المسكينة أول ما لقيت الموضوع هيتطور راحت جرة ناعم مع حماها، قالت معلش يا بابا أنا مش هقدر أسافر، بابا الحجز عليا، والراجل النطع مش هيقدر بقى شحتفتي وبهدلتي عشانها، لا سابنا ومشي. وأكيد العقربة حماتها كانت فرحانة، وأكيد كمان يا عيني كانت شمتانة فيها. خرجت من بيتهم ماشي تايه مش شايف قدامي. معلش يا اخوي ما تزعلش نفسك، ان شاء الله كل شيء هيتصلح. لما يخرج حربي ابقى هاته هنا وهزقه، ولا لا اكيد هو اللي هيجي لك ويعتذر لك عن اللي اهله عملوه، وساعتها بقى تبقى تاخد حقك منه ومن ابوه تالت ومتلت. انا عايز انام يا مديحه، مش رايح الشغل. طب مش هتغير هدومك؟ شوية كده هبقى مغير، شغلي القرآن بس عشان يهديني شوية. من عناية يا اخوي. اخت تريس ايوه. في ثلاثة بره شكلهم ما يطمنش وعايزين يقابلوكي ضروري. يعني ايه شكلهم ما يطمنش؟ ثلاثة ملتحيين وبيتكلموا بطريقة مستفزة قوي. دخليه. طب نكلم ابونا نبلغه يجي، او حتى ابعت لنا اي راجل عشان ما نبقاش في راجل. ايه وست ايه؟ في ايه مالك؟ في ايه؟ السلام عليكم. اهلا وسهلا، اتفضلوا. لا شكرا، احنا جايين في امر مهم ومش عايزين نضيع وقت كتير. مصلحي الجاهل مدير جمعيه العروه الوثقى للرجال. تشرفنا. اي خدمه؟ الخدمة انكم تكفوا اذاكم عننا، والا والا ايه حضرتك؟ احنا مش بنأذي حد. احنا عارفين كويس انتم مين. انتم جمعية مسيحية بتقوم بتوزيع ماكينات الخياطة واشياء من هذا القبيل على الفقراء. وده يضايق حضرتك في ايه؟ يضايقني بل يغضبني بل ويغضب الجميع ان تنحرف الجمعية عن مصارها المعلن عنه. خليكم في مكان الخياطة احسن، وبلاش تلعبوا بالنار. نار ايه يا فندم؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. شوف يا انسة، اولا مالكمش دعوة بالمسلمين، لا من قريب ولا من بعيد، لا فقير ولا غني. خليكم في جمعيتكم وفي شغلكم، لو جالكم مسلم على بق مية ما تدهولوش، وسيبونا بقى في حالنا. وعلى رأي المثل جحا اولى بلحمته قرب. يا استاذ مصلحي، واضح ان حضرتك مش عارف اهداف جمعيتنا ايه. احنا بنخدم المجتمع كله بغض النظر عن الدين اذا كانت مسلمه او مسيحيه. يا سلام، الله الغني عن خدماتكم يا ستي. احنا هنحكي كتير يا شيخنا. اللغم اللي فيها يا شيخنا علشان نشوف مصالحنا. نحب نفهم طلبات حضرتك ايه. بدون لف ودوران، جمعيتكم بتعمل على تنصير المسلمين، وهذا خط احمر، من يتجاوزه نقذف به في الجحيم. المرة دي أنا بتكلم بلساني، أما المرة الجاية مش هيكون فيه كلام، وقد أعذر من أنذر. الكلام اللي أنت بتقوله ده غلط. لا، الكلام ده صح، وده آخر كلام عندي. الهانم ناوية بإذن المولى تعرف عوايبنا ماتي بعد 50-60 سنة.
بيقولوا من عاشر الجوم 40 يوم صار منهم وانت خللت هنا ولا مقدرانا ولا مقدرة عوايدني. انا عملت ايه بس يا ابله؟ بقول لك ايه، بلا ابله بلا عبله بلا فلجه مخ، سايقه عليك النبي الصلاه والسلام. بلاش كهن ولاد الزوات وسهوات النسوان ده. كهن الله يسامحك. مش هيسامحني ولا يسامح حد طول ما انا شايفه المايله وما عدلهاش. وانا مايله في ايه يا ابله؟ قاعده متوركه ولا على بالك لا بيت ولا شغل، كاننا خدامينك. اسمعي، احنا الخواطر ننخدم ولا نخدمش، احمدي ربنا وحب على ايدك وش وظهر انه وجعك فينا. في حريم زيك بيتربوا تحت البهايم ويشيلوا تراب الفرن على رؤسهم ويجرسوا الجلي. واللي مطلوب مني تحسي بوجعتني، صفاء فيها اللي مكفيها. والبت هاني خيبتي راسها بعمايلك. قومي شوفي اللي وراكي. اللي هو ايه؟ فيه كومة غسيل وفيه خبيث وفيه طبيخ وفيه مكوى، ده هم ما يتلم. لكن قولت ان تقعدي متستتة واحنا نخدمك مش هتسمعيها تاني. وما تقوليش صباح فين، صباح النهاردة ما جاتش. ولو كبرت في دماغي مش هخليها تحط ايدها في حاجة تاني. ومين تحت امرك يا ابل؟ هعمل ايه وياك يا ولد عبد الدايم؟ انت شفتني وعم اعترف عليك؟ سهلة. هقول له الرسول قال الحرب خدعة، وانا حبيت استفيد من سنته واخدع الطواغيت بتوع امن الدولة وبان قدامهم اني اهتزيت. ايوه، هو هيصدقني، هو على نياته وطيب. حربي حنش، ساعة الجد هيبقى واعر، هيصرخ فيا ويقول لي ما تجيبش سيرة الرسول على لسانك. لو قال لك ده هقول له أنا جبت اسم عيلتك وجبت اسمك علشان الدعوة تستفيد باسم عيلتك ويخرجوك. أيوه، والجهاد استفيد بيك. راجعتك السوداء كامل، ليت أمك لم تلدك. سنتغدى بيه قبل ما يتعشى بيه. أنا لازم أروح للإخوة أقول لهم إن حربي هو اللي اعترف عليه، بس اوصل لهم ازاي الجول وانا مرمي في الجب ده؟ شغال تكذب على نفسك، ستف ورقك على مين؟ على ربنا ولا على نفسك؟ مشكلتك دلوقتي مش في حربي ولا في الاخوه، لا، مشكلتك انك كنت فاكر نفسك انك الاشد ايمانا والأصلب عزيمة. إزاي تنهار بالشكل المخيف ده؟ إزاي؟ حتى لو ضحكت على حربي وعلى الإخوة مش هتقدر، مش هتقدر ولا تقدر تعرف إنك اكتشفت إنك مخوخ. انت كذاب ومجرف. ها وبعدين فضل يخبط دماغه في الحيط لغايه لما راح في غيبوبه، بس الحمد لله انقذنا حياته. الواد ده لو كان مات كنا روحنا في داهيه. العيال دي منفذه على بره، هتلاقي مليار منظمه تطلع تقول لك المجاهد في سبيل الله ان الدوله موتته. العيال دي زي القطط بسبع طباح، واحنا لازم نطلع ارواحهم واحده واحده من غير دم ولا شوشره. ازاي سعادتك؟
الواد المجرم اللي اسمه كامل ده لما ضغطنا عليه شوية بدأ يقر، لما نضغط أكتر هيقر بكل التفاصيل. يا فندم العيال دول مجرمين بفطرة، دول فاكرين إنهم بيجاهدوا في سبيل الله. فطرة إيه يا أحمد وصريخة إيه؟ ده مش شغلنا. إحنا شغلنا نمسك البلد بإيد قوية، إيد من حديد أو من حرير، ده بقى حسب الظروف. طب أنا عندي خطة هقول لسعادتك عليها، لو سعادتك وافقت هتفيدنا جدا. قول. احنا بنتعرض لضغوط كبيرة جدا جدا علشان نفرج عن الواد حربي ابن عبد الدايم. كده بقى موجتك بدأت تركب على موجتي. كمل يا بطل. احنا هنعمل اكننا استجابنا للضغوط دي ونسيب حربي يرجع بيتهم. في الحالة دي الواد كامل هيتجنن من حركة الافراج عن حربي. ويتجنن ليه؟ عشان هيخاف ان حربي يبلغ باقي الاخوة انه اعترف عليهم. في الحالة دي هيتجنن كامل زيادة، وكل ما يتجنن اكتر كل ما هيعترف اكتر، وده هيبقى الجو المثالي اللي نقدر نجند فيه كامل بشكل نهائي. نفذ خطتك فورا، واكيد بس النار هتجيب حوت مش بسريع. السلام عليكم. وعليكم. عندكم واحد اسمه كامل؟ واحد ازاي يعني؟ ظابط ولا امين ولا عسكري؟ مش توضح كلامك. ايه ايه يا ولدي، اسمع باقي كلام الراجل وبعدين ابقى رد. انا مش ابني، انا امي في البيت. وبعدين خلصوا قولوا لي عايزين ايه بقى، عشان انا مش فاضلكم. كامل ده يبقى ولدي وهو عندكم؟ لا اله الا الله. يعني ايه عندنا؟ محبوس عندكم. محبوس؟ لا ده تروح تسال عليه في المركز بقى. احنا هنا امن الدوله، لا عندنا حجز ولا حتى حبس. فاش حاجة لما تدور في السجلات اللي قدامك دي. اللهم طولك يا روح. اسمه ايه بالكامل المحروس يا سيدي؟ اسمه كامل. كامل علي ايوب من بني خاطر الشرقية. انا هطلع له بطاقة التموين. مفيش حد عندنا بالاسم ده. يعني ايه مفيش؟ كامل هنا؟ لا كامل ولا ناقص. اتفضلوا اسألوا عليه في اي مكان تاني. وانا بقول لك ولدي هنا ومش ماشي الا لما اعرف عملت في ولدي ايه. ايه ايه انت يا ابن ادم اللي بتزعق انت؟ انت فاكر نفسك فين هنا؟ هنا المكان ده محد صوته بيعلى فيه. انت فاكر نفسك واقف في حوش مواشي؟ وبعدين في الكلام اللي فوق الدم ده قولوا لي ولدي فين وانا ماشي من هنا. يلا يلا اتكل امشي من هنا. وبعدين انا هعدي لك الحكايه دي المره دي عشان خاطر الست اللي معاك، انت فاهم؟ لكن لو حد من البشوات شافك هنا هتبقى وعيتك سودة. يلا اتاكل. يعني يا رب نطلع من نجرة نجع في ضحضيرة، البلد كلتها واقفة لبعض، سترك يا رب. ولا نجرة ولا ضحضيرة ولا أي حاجة، احنا وضعنا تمام التمام. تمام كيف يعني؟ والناس بينها وبين بعضيها دم. دم ده ضريبة وأي واحد لازم يدفعها.